Hello and welcome everyone. Today we have a new lesson, and our lesson today is called What Time Is It? Number 2. the analog clock فاليوم رح نشرح how to read the analog clock اللي هي الساعة مع قارب اليد ولأي حدا ما شاف الدرس اللي قبل شرحنا كيف نقرأ الديجيتال كلوك ورح نترك الرابط بصندوق الوصف ممكن ترجعوا له So now we're going to see how our lesson today is going to go So first we're going to learn how to ask about the time كيف ممكن نسأل عن الوقت The numbers on an analog clock شو هي الأرقام اللي موجودة على ساعة الانالوج لأنها بتختلف عن ساعة الديجيتال اللي موجود فيها كل الساعات uh, هون ما رح ناخذ كيف نقدر نقرا الارقام لانه اخذناها بالدرس اللي قبل فبتقدروا كمان ترجعوا له ورح نحكي عن Military تايم كمان بشكل سريع اللي هي ال 24 ساعه او ساعه الجيش And then the different ways to read time. في أكثر من طريقة ممكن نقرأ فيها الساعة. Then the practice and worksheet. So first thing we're going to do is asking about the time. Uh, هناك ثلاث طرق uh, ممكن أسأل فيها عن الوقت يعني ثلاث طرق شائعة. So I can ask, what time is it? What's the time? Do you have the time? ممكن تشوف إنه آخر واحدة غريبة إنه معك الوقت بس إنه ممكن أسأل حدا يعني uh, تعرف قديش الساعة يعني تقريبا نفس ال يعني the same idea أو نفس ال

Do you have the time؟ إني أختار واحدة من هدول الأسئلة. Then the answer وقت ما بدنا نجاوب نحكي it's بعدين نحكي قديش الساعة. فهي هي الطرق هدول الثلاث أسئلة الشائعة اللي ممكن أسألهم لشخص أو حدا يسألني إياهم وإذا بدي أكون لطيف ممكن أسأل excuse me من فضلك وأحطها قبل السؤال. So now we're going to see the numbers on an analog clock. شو هي الأرقام الموجودة؟ لأنها مختلفة عن ساعة الديجيتال اللي بتبين فيها كل الأرقام من واحد لتسعة وخمسين. ال hours نفس ال analog clock بتبين عن ال hours from one o'clock to twelve o'clock. و العقرب الصغير the small hand is always at the hours. So how do I know which is the hour? I look at the small hand. So for example, here it is at eleven. so i know the hour is 11 and then to know the minutes i go on the big hand to know the minutes so here it's 11 o'clock because the big hand or the big hand the big hand is at 12 which is 60 minutes so it's a full hour so it is 11 o'clock if it can it the small hand for example at 7 from we know it's the hour is 7 uh, if it's at 3 we know it is 3 فالأورز بشكل مباشر بتبين على الساعة زي ساعة الديجيتال فموجود عليها الأرقام من واحد ل 12 بتبين الساعة. أوكي okay, how about for the minutes? هلا المينتس مش موجودين من واحد ل وخمسين. مش موجودين كل الأرقام بس كيف ممكن أعرفهم؟ المنت اللي هم الإشارات هدول الصغار فبنبلش من هنا 1, 2, 3, 4, 5 وفي ساعات ما بيكون عليهم الإشارات الصغار بس بيكون عليهم هدول الكبيرة وبشكل عام مش راح مثلا نقعد نعد كلهم عساس نعرف مثلا إذا هون مثلا كانت نحكي مثلا 57 57 مش راح أقعد, أقعد فيهم كلهم فشو الطريقة؟ نعرف إنه كل رقم every number has a specific minutes يعني بنعرف كل رقم على أي uh, يعني أكم دقيقة بتكون وبعدين منها بنعد so for example one is five minutes so وقت ما تكون العقرب الكبير over here at one نعرف إنها five minutes when it is at two we know it is 10 minutes when it is at three 15 minutes When it is at four, twenty minutes. When it is at five, twenty five minutes. When it is at six, thirty minutes. Uh, when it is at seven, thirty five minutes. When it is at eight, forty minutes. When it is at nine, forty five minutes. When it is at ten, fifty minutes. When it is at eleven, fifty five minutes. وبالاخير وقت ما تكون على 12 بتكون 60 minutes 60 دقيقة بس ما بنحكي 60 دقيقة بتصير o'clock يعني إذا كانت على أي ساعة و الإيد الصغيرة على أي ساعة وكانت الإيد الكبيرة على 12 فبحكي مثلا 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock فما بحكي 60 60 يعني رقم 60 ما بحكيها وكمان وقت ما نحكي الساعة ما بحكي منت بس أنا هون حطيت عشان نعرف قديش الدقايق so, مثلا uh, 11.15, 11.20, 11.25 فبحكي عدد الدقايق فهلا إذا كانت مثلا هون بعرف already أنه 3.15 uh, بعرف انه هون 15 فبعد 16 17 فهذا بسهل علي انه اعرف uh, قديش الساعه وقديش الدقيقه So now I'm just going to say how we can also read the minutes from 1 to 9. هلا وقت ما نحكي الدقائق اللي مثلا بس بتكون one digit اللي هي رقم واحد بقدر ادخل قبل ال minutes او بس مش بالساعة بس بالدقائق. So for example I can say للدقيقة الواحدة او oh one دقيقة تنين, oh او oh او oh او لحد تسعة او لأن لانه هدول بس فيهم رقم واحد So for example, إذا كانت الساعة 11 وكانت الدقيقة هنا على الخمسة So I can say it's 11.05 فبس بدخل يعني حرف ال O أو كلمة O قبل الخمسة وهو يعني بتكون 0.05 بس أنه هنا بقرأ ال 0 ك O O5 فإذا سمعتوا حدا يحكيها أو إذا بدكم تحكوها ممكن تحكوا أو مع الدقائق من واحد ل التسعة. Now we're going to talk about the military time. حكينا يعني كمان بالدرس قبل عن ال military time اللي هو اس نظام ال 24 ساعة اللي هي نظام الجيش. اه كمان مرة انه اه بس مهم نعرفها إذا كانت الساعة تبعتنا مثل هيك يعني بتفرجينا الساعتين وكمان في مثلا مواعيد الباصات مواعيد الطيران بيكونوا بالنظام ال24 ساعه فبس مهم مثلا اذا شفناها نعرف كم هي الساعه سو so, نظام Military تايم عنا اللي هي الاي ام ام بالانجليزي دائما بنحكي صباحا ومساء ونحكي انه من الساعه 12 بالليل Uh, اللي هو بتكون مثلا بتبلش من من الزيرو سو so من 12 بالليل لحديت ال 11 زي ما احنا شايفين هون بتكون اي ام يعني من 12 الصبح سوري آه uh, منتصف الليل للساعه 11 الصبح بنحكي اي ام بعدين هون من الساعه 12 الظهر لحديت الساعه 11 بالليل بتكون بي ام فهذولا اللي بنعرف بت... متى بتكون الساعة am or pm يعني صباحا او مساءا زي ما بنحكي بالعربي. So for example here uh, the time is at 2 so يا اما بتكون 2 am بالصبح يا اما بتكون uh, اللي هي 2 pm اللي هي بتبين عنا اللي, اللي هي 14 فبحكي على طول انها 2 pm. و لأنه كمان هون الدقايق على الـ 12 فأتس يعني 0 uh, uh, o'clock يعني uh, على الدقيقة بالضبط So now we're going to see the different ways to read the time أول طريقة اللي هي نفس الطريقة اللي أخدناها بالديجيتال، وهي أسهل طريقة اللي هي نحكي الأورز أول شي بعدين المينتس، أول شي نحكي قديش الساعة بعدين المينتس، طبعاً طريقة القراءة غير عن الديجيتال، uh, هون أول شي بنيجي على الـ small hand الإيد الصغير وبنشوف، هلا هون وقت ما تيجي بين رقمين دايماً بتكون على الرقم الأصغر، سو هون جاي بين الثلاثة والأربعة، so we know it's three. 3 o'clock so uh, sorry 3 وبعدين بنطلع مش راح تكون o'clock لانها مش جايه بالضبط على 12 so we're going to see it's at 2 2 هون بنعرف انه كم دقيقه 10 uh, so it's 3 10 بعدين بحكي am أو pm سواء كانت uh, صباحا الفجر أو مساء اللي هي بتكون uh, راح تكون بالعصر 3 pm. So this is how I can read the time. First I read the small hand يعني بقرأ الساعة اللي بتكون على اليد الصغير وبعدين بقرأ اللي بتكون على اليد الكبير وبحكي الساعة. So here it will be 3 10 again we read the hours then the minutes وهي هي أسهل طريقة. فكمان هون في عنا طريقة مش كتير ناس بيستخدموها بس we're just going to talk about it quickly رح نحكي عنها بشكل سريع هذا الطريقة بالعكس أول شيء بحكي minutes بعدين بستخدم past أو after أو to and or till بعدين بستخدم ال hours هلا past two hours معناها بعد uh, to or till لحتى so for example ال uh, past إذا بحكي مثلا it's five past one يعني خمس دقايق past one بعد الساعة وحدة يعني واحدة وخمسة one or five ال past نستخدمها للدقايق من الدقيقة الواحدة للدقيقة الثلاثين so from here to here

Uh, نستخدم two. so for example um, I can say it's ten past uh, ten past three يعني three ten يعني عشر دقائق بعد الساعة ثلاثة uh, وكمان في عنا الربع يعني الخمس عشر ال ال دقيقة بنحكي ربع so it's a quarter past يعني إنه ربع ساعة بعد uh, والنص نحكي half past uh, يعني half past eight يعني ثمانية uh, ونص نص ساعة بعد الثمانية. وهون كمان عندنا quarter to ربع ساعة لا. So for example if I say it's a quarter to eight يعني الساعة uh, يعني ربع ساعة لحتى تصير الساعة ثمانية. وهون كمان كلهم two لحتى تصير. So if I say it's twenty-five to one يعني ضل twenty-five minutes لحتى تصير الساعة وحدة. Uh, it's five to nine uh, ضل خمس دقايق لحتى تصير الساعة. تسعة يعني أو 9.55 فهاي طريقة تانية بس بنصحكم بالطريقة الأولى بس إذا سمعتوا هذا الساعة أو حدا جوابكم بهذا الطريقة تكونوا عارفين قديش الساعة So, اللي حكيناها قبل فكان 310 بس إذا بدنا نقرأها بهذا الطريقة رح نحكي أول شيء الدقايق so it's 10 بعدين رح نستخدم past لأنها لسه 10 دقائق فمن 1 ل 30 دقيقة بنستخدم past أو after so it's 10 past 3 so هذا هو كيف نقدر نقرأها ثانيه تانية 3-10 ten أو 10 ten past 3 so here we're going to see some examples رح نطلع شوية على شوية examples so here

بين الستة والسبعة فالساعة بتكون ستة سكس بعدين هون جاية الإيد على السبعة اللي هي 35 خمسة وثلاثين so هلا هون ما حطينا AM أو PM لأنه بتكون حسب الوقت الساعة ما بتفرجينا آه إلا في ممكن ساعات جداد ممكن يفرجونا AM أو PM بس أنا بكون بعرف وبحكي AM بي PM حسب التوقيت اللي عندي So here we have practice with the video to video. So here we have the answers over here. This was at 12 and this one was at 3. So it's 12 and here we have 15 3 15 دقيقة. Here we have it's at 2, so it's 2:05, 5 minutes so 05. Here it's 555 هلا ممكن حدا يحكي لي هون الإشارة على 6 بس إذا كانت 655 إذا كانت 655 بح تكون كتيرة قرب على 7 فلأنها لسه مش على 6 بالضبط وبين ال6 و5 so it's 5555 هيا أعطيكم ألف عافية هذا الإيميل إذا كنتم تبعتوا بحبو أي استفسارات وإذا ما بنذكركم رح يكون الـ, 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 الـ شيت الالكتروني ورقه العمل الالكتروني راح تكون تحت بصندوق الوصف يعطيكم الف عافيه